أمس دفيت عروس ابني، اليوم راح استف للمقبرة بسبب الكهرباء. هذه الكلمات المختنقة تلخص الأم الثكلى فاجعة هزت المدينة الغارقة في مآسي أزمات الكهرباء. أزمة أنهت قصة شاب ثلاثيني وعروسه في حي العيدروس بكريتر عدن. احتفل الحي بزفافهما في المساء وتم تشييعهما في صباحهما الأول. الوضع اللي مرينا نحن فيه ما حد مره، يعني بكرة ما تدفوا لنا من الكهرباء، ما تمسكنه ما طور، ما تتفجر، ليش؟ حرقوا بيوت، راحوا ناس، ليش؟ لم تسألتك بالله هذا الخبر، نحن نشي حل. في هذا المنزل الأرضي المتواضع استعار عيدروس مولدا كهربائيا كحل بديل يلجأ إليه السكان مع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف وازدياد ساعات الانطفاء في المدينة الساحلية، لكن دخانه المكتوم أنهى حياته وزوجته التي لم تتوقع أن تجهض الأسرة التي تحلم بتأسيسها بهذه الطريقة البشعة. ما تشتكي عن من؟ كلهم ما حد يسمعك. فكرت الصباح وديت المجنة، يعني إيش تدعي على من وتقول يا من؟ في ظل سلطات تتجاهل معاناة المواطنين يتعرى فساد يحول الأفراح مآتم ويجهض بصيص الضوء ليخيم الظلم والظلام الحزين. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. Thank you.